السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ الحديث عن البلان جريد. البلان جريد ده موقع وموجود تطبيق على الأندرويد وعلى الويندوز، وموجود تطبيق على الآيفون وعلى التابلت، وتقدر من أي متصفح تشوفه. بيعمل إيه؟ بينظم لي الملفات، وبينظم لي الـ RFI، وبينظم لي اللوح كلها، وبينظم لي إن أنا أقدر أتواصل بسهولة جدا مع المكتب أو مع الموقع بسهولة جدا. تعالوا نشوف الفيديو دوت. Our app helps the entire team collaborate on the most important building information. The construction plans. Update your drawings once and everyone sees it reflected on the master set. And blueprints load quickly, always. PlanGrid is the only software that automatically reads your sheet names and descriptions and hyperlinks your detail callouts so you can focus on your real work. Plus, we back up all data to the cloud, securely. PlanGrid also makes progress photos effortless. All photos taken by the team are seamlessly added and shared in a single photo archive for the project. With PlanGrid, you can easily share all of your latest plans and markups with the entire project team, no matter where you are. PlanGrid, the construction app that works for you. فزي ما انت شايف ان هو بينظم لك الشغل بتاعك واللوحة بتاعتك، وسهل جدا في التعامل، وتقدر ترجع لأي لوحة انت عايزها. هتقول له هنا get started for free، او تقول له log in فتدخل على الحساب بتاعك. هو افتراضيا بيحط لك مشروع كده افتراضي بحيث تبدأ تجرب عليه، وبعد كده انت تعمل انت مشروع جديد، وتقدر تحط مثلا الشتات دوكمنت التيم، تضيف تيم في المشروع كده. طبعا انت مش عامل مشروع لوحدك، فتبعت ايميل مثلا تقول له انا عايز شخص مثلا معين، والشخص ده صلاحياته ايه، هل هو ادمن ولا هو كولبريتور ولا باور كولبريتور اللي امكانيات اكبر. فتبعت له ايميل بحيث ان هو يبقى موجود معاك ويقدر يشوف. ممكن تبعت له مثلا RFI، ممكن تبعت له مشروع، ممكن انها تيجي بقى تبدا تشوف الشيتات. تمام، يعني خلينا مثلا نفتح الشيت دوت. تقدر تعمل ابلود لاي شيت انت عايزه. دي مثلا اللوحه، ممكن يكون حد بعت لك لوحه معينه فتبدا تشوفها وانت في الموقع. تدخل تشوف عايز مثلا في حاجه انت معترض عليها، تروح حاط لها كلاود مثلا، تعمل سهم على مثلا الحاجه ديت. تمام، وتوضح بقى انت ايه اللي مضايقك في الحاجه ديت. تقدر تكتب اي معلومه انت عايزها، تكست، ممكن تحط اي اشكال انت عايزها، ممكن تحط لينك مثلا لما تدوس هنا يخش على الحاجه ديت. تقدر تعمل ابلود لاي شيت، ابلود لاي دوكمنت، ابلود لكل الصور اللي انت صورت. يعني مثلا واحد بعت لك لوحه معينه وانت في الموقع عملت حاجه تانية، فتقدر تاخد صوره وتبعت له الصوره ديت. تقدر تقول له ايشو، ايه المهام اللي هتحصل. تمام، وتقدر تقول له كل مهمه مثلا عايز اوضح ايه اللي هيحصل فيها. تقول له مثلا ده انا عايز ايشوز كريت ليست مثلا كوستمايز، اقول مثلا الليست دي مثلا اسميها الكتريكال. تمام اهيت، ممكن تقول له انا عايز مثلا ال ديت انليست ايشوز، فتلاقي بقى هنا دي فيها حاجات مثلا لسه ما خلصتش، فممكن تقول له لا ده مرتبط هي بالشيت دوت. فنبدا ندخل هنا نقول له دي مثلا محطوطه تبع ايه، هنحطها مثلا تبع الكتريكال. طب هي خلصت ولا في المراجعه ولا بندند ولا كلوزد. اقول مثلا دي خلاها في الان فيو وساف الشغل بتاعك. كل اللوح بقى بتقول اللوحه دي خلصت ما خلصتش، شغاله مش شغاله، فيها مشكله، اتنقلت هي الالكتريكال. الار اف اي طبعا في المشروع بيبقى فيه ار اف اي كتير، فتقول مثلا الار اف اي ده مثلا رقم 1999 مثلا، اسمه كذا، السؤال عباره عن ايه، هل هو اوبن ولا درافت ولا اتحل ما اتحلش، مين الكرييت باي، مين اسايند باي تو مين، السؤال ايه، فين الفلتر. تقدر تعمل فلتر، فتقدر تعمل فلتر للار اف اي بتاعتك. ممكن انت تعمل ار اف اي جديده. تمام، تقول له مثلا الار اف اي دي مثلا وات هابن ان
دبليو سي مثلا. السؤال بتاعك تكتب سؤال الانسر، الريفرنس بتاعك تقدر تضيف مثلا صورة، دوكمنت، سناب شوت، بحيث ان هو يبقى حسب المشكلة. يعني انت مثلا حصل كليشات عندك في الموقع، فتصورها وتبعت السؤال ده للناس اللي هي في المكتب بحيث يردوا على الأسئلة، التقارير. فالقصد ان هو هينظم لك الشغل بتاعك وتبقى ابديت، يعني اللي في المكتب مع ابديت مع الشغل، الدوكيومنتيشن، السيتنج. موقع بسيط وسهل وبينظم لك الشغل بتاعك، وفي امكانيات حلوة جدا، نتمنى ان احنا نستفاد منها.